اليوم يا احبائي هو الحد الاول من شهر بابا بيتكلم القداس آه النهارده عن قصه المفلوج وهنقرا مع بعض من انجيل معلمنا مرقس البشير اصحاح اثنين من عدد واحد لعدد 12 ثم دخل كفر نحوم ايضا بعد ايام فسمع انه موجود في بيت فاجتمع كثيرون حتى لم يعد البيت يسعهم ولا ما قدام الباب فكان يخاطبهم بالكلمه فقدموا اليه واحدا مفلوجا يحمله اربعه رجال، واذ لم يقدروا ان يدخلوا به من اجل المجمع صعدوا الى السطح، وكشفوا سقف البيت حيث كان موجودا، وبعد ما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضجعا عليه، فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفوره لك خطاياك. وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلبهم قائلين: لماذا يتكلم هكذا بتجاديف؟ لأن من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحده. فللوقت علم يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم. فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيوة أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك؟ أم أن يقال: قم واحمل سريرك وامضي؟ فلكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك فقام للوقت وحمل سريره وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا واحدا مثل هذا قط والمجد الله دائما أبديا أمين النهاردة أحبائي نتكلم في مشهد مهم جدا في الانجيل النهارده هو مشهد شفاء المفلوج الحقيقه في كده خمس شخصيات هما محور كل القصه النهارده فهنشوف المسيح لو المجد وهنشوف الجموع اللي عند البيت نشوف كمان المفلوج ونشوف اصدقائه ونشوف الكتبه والفريسيين اول حاجه المسيح لو المجد يبين لنا كتاب المسيح المعلم الصالح قبل ما يخش كفر نحوم هنا في المنظر دوت كان بقاله أكتر من ثلاث شهور بيطوف كل الجليل. يقول كده الكتاب المقدس عن المسيح كان يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. فكان المسيح لو المجد الجليل ده كله حوالي 250 مدينة وقرية. فكان المسيح بيطوف كل المدن دي يعلم في المجامع ويشفي المرضى بتوعهم. المسيح لو المجد كان عبارة عن كنيسة ومدرسة ومستشفى متحركة. كنيسه لان حضوره هو هو الكنيسه نفسها ولانه كمان بيعلم فهو مدرسه وبيشفي المرضى فكان مستشفى فالحقيقه المسيح لو المجد في دخوله قفر نحوم كان جاي بعد عايز اقول كده مشوار كبير جدا من الخدمة عمال يلف في كل القرى والمدن والنجوع عشان يكرز ببشرط الملكوت لما دخل قفر نحوم يقول كده الكتاب انه دخل مدينته مع ان المدينة بتاعته هي الناصرة لكن الحقيقة الناصرة رفضوه وما خلوهوش يقعد في وسطيهم لانه ما كانوش مصدقين ان هو يكون المسيا الملك المخلص المنتظر فعشان كده ساب المدينه بتاعت الناصره وراح كفر نحوم لما راح كفر نحوم لما نعرف كده انه قعد في كفر نحوم معظم ايام خدمته يعني 70% من خدمه المسيح لو المجد كانت موجوده في المدينه ديت كفر نحوم